نروح بقى مع حضراتكم على السريع نتابع اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي بكل فرقه المختلفه وانشطته المختلفه مع زميلتنا العزيزه ساده حامد، موجوده هي حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. ساده، صباح الفل عليكي وكل سنه وانت طيبه، وتفضلي سامعينك. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده طبعا يا كريم زي ما حضرتك يعني قلت، يعني حاليا احنا متواجدين داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، يعني طبعا زي ما عودناكم على فقرتنا فقره اخبار النادي الاهلي عشان ننقل لكم كل الاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي. وخلينا نبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اجاستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. يعني يمكن بعد مباراه الاتحاد السكندري كانت اخر مباراه في الدور الاول من المرحله الترتيبيه لبطوله دوري السوبر لكره السله، يمكن لاعبي النادي الاهلي اخذوا راحه سلبيه لمده يومين ورجعوا يستنفوا تدريباتهم مره اخرى يعني اول امبارح، النهارده ان شاء الله يعني عندهم تمرين الساعه 7 بالليل، ويعني ده هيكون ضمن استعدادات الفريق ل يعني عوده المباريات مره اخرى يعني في الدور الثاني من بطوله دوري السوبر لكره السله، واللي هتبتدي ان شاء الله يعني المباريات هتعود يوم السبت المقبل يوم 8 من الشهر الجاري، وهيقابل فيها النادي الاهلي او هيواجه يعني اول مباراه في الدور الثاني نادي سبورتنج في مدينه الاسكندريه على صاله نادي سبورتنج. كمان سيدات السله يمكن امبارح كان عندهم راحه سلبيه من التدريبات، النهارده ان شاء الله هيستنفوا تدريباتهم مره اخرى في تمام ايضا يعني في تمام الساعه 7 مساء، لكن على صاله الشهداء داخل مقر النادي، وده عشان يستعدوا بشكل قوي يعني للمواجهه المهمه ومواجهه قويه يعني في الدور الاول من بطوله الدوري، واللي هتكون بكره ان شاء الله يعني امام نادي الجزيره في مركز شباب الجزيره، وده هيكون في تمام الساعه 6 مساء، ولكن هيغيب يعني عن المباراه اربعه من لاعبات النادي الاهلي وهم نهى شتا يعني بعد ما تعرضت للاصابه او بعض الالام في الظهر، كمان دينا عمرو كابتن الفريق وجنى الالفي بعد يعني ما تعرضوا لاسبرين انكل او التواء في الكاحل، وندى نافع بعد ما تعرضت لاصابه في السمانه، الاربع لاعبات دول هيغيبوا عن يعني مباراه غد وكمان التدريبات الجماعيه الفتره المقبله. كمان رجال اليد النهارده ان شاء الله يعني عندهم مباراه وديه مع نادي الجزيره في تمام الساعه 5:30 مساء، ودي هتكون داخل مقر النادي الاهلي على صاله الامير عبد الله الفيصل، ويمكن قرر كابتن طارق محروس المدير الفني انه يعني الفتره دي لحد عوده المباريات مره اخرى في بطوله الدوري ان هو يعني يعمل اكتر من مباراه او تجربه وديه مع فريق يعني داخل النادي عشان يعني الفريق يعني يكون مستعد بشكل قوي اكتر يعني لعوده المباريات مره اخرى. فالنهارده ان شاء الله عندهم مباراه وديه مع نادي الجزيره، ويمكن يعني المباريات في بطوله الدوري يعني خلينا نفكر سيد المشاهدين توقفت يعني بسبب التوقف الدولي يمكن اكتر من شهر ونص من شهر او من يعني يوم 29 شهر نوفمبر الماضي لحد دلوقتي، وان شاء الله يعني المباريات هتعود مره اخرى يوم 17 من الشهر الجاري كمان بعد يعني عوده منتخبنا الوطني من فرنسا. استكمالا جميع اخبار الفرق الرياضيه، كمان رجال الطايره امبارح يعني يا كريم فازوا على نادي هليوبلس بثلاث اشواط مقابل لا شيء في بطوله الدوري، النهارده ان شاء الله يعني هيكون عندهم راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا مره اخرى لاستئناف تدريباتهم يعني داخل النادي بكره ان شاء الله يعني عشان طبعا يجهزوا بشكل قوي لجميع المباريات الفتره القادمه. وسيدات الطايره امبارح يعني كان عندهم مباراه ايضا يعني مهمه ومباراه قويه مع نادي سبورتنج وانتهت بثلاث اشواط مقابل لا شيء للنادي الاهلي، ولكن غاب يعني عن المباراه واحده يعني من اللاعبات الاساسيه ومن القوائم الاساسيه للفريق ايه الشامي بعد ما تعرضت لكسر في يعني صوابع ايديها في التمرين قبل مباراه يعني سبورتنج، فهتغيب يعني عن الفريق الفتره القادمه ان شاء الله ويعني جميع المباريات وكمان التدريبات الجماعيه مع الفريق. ويعني النهارده ان شاء الله الفريق عندهم راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا مره اخرى للتدريبات يعني بكره ان شاء الله عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه واللي هتكون ان شاء الله يعني امام نادي السيد يوم الاثنين المقبل على صالة الشهداء داخل مقر النادي. يمكن دي يا كريم يعني وانا هوند كانت كل اخبارنا النهارده يعني من داخل يعني مقر النادي الاهلي بالجزيره، وبالنسبه يعني كل الاخبار جميع الفرق الرياضيه. طبعا انا معاك يا كريم ومعاك يا هوند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا اتكلم عليك يا كريم تفضل. كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه ساره حامد، شكرا جزيلا على هذه التغطيه.